مبادرة أطلقتها مساجد فرنسا من بينها مسجد باريس لتقديم الوجه الحقيقي للإسلام والرد على التساؤلات التي أصبحت تطرح بعد الأحداث الدامية التي عرفتها فرنسا في الآونة الأخيرة. هي مبادرة جاءت للتخفيف من حدة الحذر تجاه الجالية المسلمة وفتح قنوات الحوار مع باقي المواطنين الفرنسيين من الديانات الأخرى. الإسلام ليس دين عنف، الإسلام لا يحث على قتل الأشخاص، على العكس، فإن من يقتل الإنسان فإنه قتل الإنسانية بأكملها، والإسلام ليس هكذا. ولقت حملة الأبواب المفتوحة لمساجد فرنسا تجاوبا كبيرا من قبل المواطنين الفرنسيين، جاءوا من أجل التعرف على القرآن الكريم والعادات الإسلامية، وقد وجدوا في المسجد مرشدين دينيين تكفلوا بالرد على الاستفسارات والتعريف بديننا الحنيف، مما خلق استحسان المواطن الفرنسي. هي مبادرة تخص الأشخاص الذين يودون فهم الأمور، ومن لا يهمه الأمر فإنه يبقى غير معني، ولكن أنا أقول لهم أنه ليس بهذه الطريقة تحل المشاكل، وتبقى هذه المبادرة جد مهمة. وقد حضر الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند إلى مسجد باريس في زيارة مفاجئة أراد من خلالها تقديم دعمه لهذه الخطوة، خطوة ستبدد إلى حد ما الأفكار المغالطة عن الإسلام والجالية المسلمة. تنظيم مسجد باريس لأبواب مفتوحة على الإسلام هي رسالة واضحة للجميع على أنه دين للتسامح والرحمة عكس ما يروج لها. لقناة الشروق نيوز، محمد بوشيبا، باريس.